بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome everyone to session 28 for EST English May 2024. النهارده بقى هناخد ريفيجن اخيره على الجنرال رايتنج رولز من خلال شرح وتوضيح وحل اكزامبلز، وبعدين هنعمل تيست براكتس. فتعالوا نبدا معانا اول توبيك اللي هو ايه؟ انا مش هقول هو ايه التوبيك، انا هوريكم بس سنتنسز كده هنتناقش فيها مع بعض انا وانتوا الاول، وبعدين نشوف ايه الموضوع. بص يا سيدي، انا عندي سنتنس بتقول لي I will never forget that day، وسنتنس بتقول لي those people are the best، وسنتنس بتقول لي I cannot work in places like this. السؤال بيقول لما اقول لك that day، اجي في سنتنس واقول لك that day، يبقى انا طبيعي قبل السنتنس دي كنت بتكلم على ايه؟ اكيد كنت بتكلم على دي، عشان كده بريفير للحاجه اللي جت في الاول بقول عليها ذات او ذيس او ذوس. طيب لما اقول لك these places او places like these، يبقى طبيعي قبلها كنت بتكلم على ايه؟ بتكلم على places. طالما في places like these يبقى كنت بتكلم على places. طب لما اقول لك those people، يبقى برضو اكيد في السنتنس اللي قبلها كنت بتكلم على people. طيب انا بقول لك كده ليه؟ تعال اقول لك، نشوف بقى question زي ده، زي question one ده تاني. بس معلش كده عشان الناس اللي لسه داخله هقول لك بسرعه كده احنا بنقول ايه. لما بقول لك I will never forget that day، لما بقول لك that day يبقى انا قبلها كنت بتكلم على day. لما بقول لك I cannot work in places like this، يبقى انا كنت بتكلم على places قبلها. لما بقول لك those people، يبقى انا قبلها كنت بتكلم على people. نشوف بقى السؤال عايز من حضرتك. السؤال بيقول لك ايه؟ The writer plans to add the following sentence to this paragraph، اللي هي السنتنس دي. هنحط السنتنس دي فين؟ طب ما تيجي نفهم الاول السنتنس بتقول ايه؟ عشان اقدر احدد مكانها الانسب. السنتنس بتقول لك زي ما هو واضح كده: On nights like that, there is only one thing to do, give way to one of my television guilty pleasures. طيب السنتنس هنا يا شباب زي ما انتم شايفين بتقول لي nights like that، يبقى طبيعي اوتوماتيكلي الكلام قبلها كان على ايه؟ تاني وتالت واخر مره عشان الناس اللي داخله متاخره، مش عايز حاجه تاني خلاص بعد كده. انا كنت بقول لما يكون عندي كلمه ذات او ذيس او ذوس، يبقى انا في السنتنس اللي قبلها بتكلم على الحاجه اللي بريفير ليها. يعني I will never forget that day، قبلها اكيد كنت بتكلم على day. I cannot work in places like these، يبقى انا قبلها كنت بتكلم على places. Those people، يبقى قبلها كنت بتكلم على people. يجي يقول لك في تيست كده او في question يقول لك انا عايز اضيف السنتنس دي في مكان. لما قريت السنتنس on nights like that there's only one thing to do give way to one of my television guilty pleasures، انا لاحظت هنا كلمه nights like that، يبقى اوتوماتيكلي طبيعي جدا قبلها المفروض يكون في سنتنس بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم على nights. دور بقى كده معايا على السنتنس اللي فيها كلمه nights او ما شابه كلمه nights عشان السنتنس دي تيجي بعدها. تعال نشوف كده سنتنس 1. This is not to say that I spend my evenings watching the news. Evening watching the news, ماشي. It is ironic that even with such a plethora of choices, there are some evenings when I look through the TV schedules and declare that there is nothing worth watching. أنا خدت بالي من كلمة some evenings اللي فيها reference لنايت. يبقى بعد السنتنس دي لما اقول on nights like that، يبقى انا كده كلامي منطقي. طب هي ايه السنتنس اللي فيها كلمه evening او nights؟ سنتنس 2 زي ما انت شايف كده. يبقى the correct answer is after sentence 2 او after sentence 1 sorry، اللي هي sorry after sentence 2 اللي هي C. كده احنا فهمنا ازاي بنحط السنتنس في المكان المناسب ليها. تعالوا بقى نشوف حاجه ثانيه. أنا عندي قلنا قبل كده كتير جدا موضوع الكومبليت والانكومبليت سنتنس. الكومبليت وكومبليت سنتنس يا شباب بيجي بينهم إيه؟ حد فاكر يقول لي بليز؟ يلا هبتدي بقى أستقبل إجاباتكم أهو. إيه اللي بيكون إيه البانكتويشن مارك اللي تيجي بين تو كومبليت سنتنسز؟
يا عبد العزيز يا فاشل، بقول لك مفيش بينهم حاجة. يا حبايب قلبي بقول between the two sentences مفيش لا كوما ولا سيمي كولون ولا حاجة. هل ده صح؟ برافو عليك يا مجدي، برافو يا كارين، برافو يا مريم. حد هيقول حاجة تاني؟ لا يا عبد العزيز يا فاشل، صح يا أدهم، برافو عليك، برافو يا جيوشي. حد هيقول حاجة تاني؟ برافو يا كريم يا عبد العزيز أخيرا. طيب احنا قلنا خلاص يبقى run on sentence دي حاجة غلط خالص، معلش كان الريكورد واقف، بس run on sentence دي ما بنحبهاش. نشوف بقى السؤال اللي قدامنا. أنا عندي هو عايز يكومباين the two sentences at the underlined portion. آدي السنتنس اللي قبل الفول ستوب، في فول ستوب هنا لو تاخدوا بالكم، في فول ستوب أهي، يبقى قبلها اوتوماتيكلي اللي تحتها خط اخضر دي كده كومبليت سنتنس. طب الكومبليت سنتنس دي المفروض يجي بعدها ايه؟ تعالوا نشوف بقى. هل ينفع احط ايه؟ انا شايف ايه في كوما، يبقى ايه هتعمل لي كومبليت كوما انكومبليت. حتى بص كده اقرا من اول، ا كاريزماتيك جاي فلاشز frequent miles. A charismatic guy who flashes frequent miles دي incomplete. فأنا لو اخترت A هيبقى معايا complete, comma, incomplete. لو اخترت B هنا في comma, he is a كذا، يبقى complete, comma, complete. طب لو اخترت C أنا شايف semicolon أهي، هيبقى semicolon قبلها complete وبعدها incomplete. طيب show a كذا هتبقى دي complete, nothing incomplete. يلا بقى يا شباب، بيزد على اللي احنا فهمناه تفتكروا الانسر هتبقى ايه؟ برافو يا نادين، لا يا يوسف يا نادر، فكر تاني لو سمحت. برافو يا كارين، برافو يا يوسف يا نادر، صح جدا. لا يا مريم يا احمد، دي كده عامله غلطه. لا يا مجدي يا جيوشي، نفس الغلطه. برافو يا عبد العزيز. لا يا ادهم ما تنفعش. لا يا جيوشي لسه. تفتكر يا جيوشي كومبليت ولا انكومبليت؟ المفروض يكون بينهم ايه؟ برافو يا دانيال. برافو يا مجدي يا جيوشي، برافو يا مريم، زي الفل. تعالوا بقى نشوف ايه الموضوع. طبعا ده كوريكت انسر خلاص، انا ما انا فهمت اهو. برافو عليك يا يوسف يا نادر. هتبقى ايه؟ ليه ايه؟ لان عندي complete comma incomplete، وده صح قلناها اهو الحته دي. طيب بي هتعمل ايه؟ او دي هتعمل run on sentence، لان عندك sentence و sentence مفيش بينهم حاجه، تبقى run on. طيب بي هتعمل ايه؟ بي هتعمل comma splice error، لما قلنا ما ينفعش comma between two complete sentences. برافو يا مجدي يا جيوشي. تعالوا بقى نروح لحاجه تانيه ونشوف الفوكس يا شباب. قلت لك قبل كده كذا مرة، لما يطلب منك تشيل سنتنس أو تحط سنتنس أو تو آد أو تو ديليت أو تو ري أرينج، لازم تبقى فاهم the focus of the sentence must match the focus of the context. يعني حضرتك الفوكس والفوكس لازم يبقوا زي بعض. الفوكس بتاع إيه؟ الفوكس بتاع السنتنس والفوكس بتاع الكونتكست، يكونوا بيتكلموا في نفس الحاجة. وتعالوا نشوف question 3. Question 3 بيقول لك at this point the writer is considering adding the following sentence. اللي هي ايه السنتنس دي؟ عايز يضيفها فين؟ هنا في 3. طب ما تيجوا نفهم الاول هو الفوكس بتاع الباراجراف ده بيتكلم عن ايه. نرجع بس خطوه قبل 3 ونقدم خطوه بعد 3 عشان نحدد الفوكس بتاع السنتنس والفوكس بتاع الكونتكست مع بعض ولا ضد بعض. هنا بيقول لك the major evening program is inevitably a movie, regularly French, but sometimes an American or English film that has been poorly dubbed. Poorly dubbed يعني معمول بشكل فقير شوية، مش كواليتي عالية يعني. There is no variation throughout the week except on Saturday nights. مفيش variation في الويك، يعني البرامج التلفزيونية دي ما فيهاش تنوع وتبقى ضعيفة وكده. أنا عندي major evening program، بيتكلم على major evening program، إن هي poorly dubbed وإن هي مفيش variation throughout the week. وساتردي نايتس هي بس اللي ساعات يكون فيها حاجه كويسه، يبقى الفوكس بتاع الباراجراف ده على الفرنش سينجرز والفرنش موفيز، بيقول ان الفرنش تي في از ويك. فهمنا.
تعالوا بقى نروح نشوف السنتنس دي بتتكلم عن ايه. But my absolute favorite French program is one about traditional food in agrarian communities. السنتنس دي زي ما هو واضح كده بتتكلم على his favorite TV program. وانا في الباراجراف ما كنتش بتكلم على what his favorite TV program is، انا كنت بتكلم على فكرة ان ال French TV programs are weak، ودي بتتكلم على his favorite TV program، مش نفس الفوكس، not the same. يبقى انا كده هلعب في سي ودي، اللي هو هقول له نو، يعني مش هضيفها لان الفوكس مش هو نفسه. طب هي سي ولا دي بقى؟ كده خلاص انا مش هفكر في اي وبي. It discusses a mode of entertainment that is irrelevant. ما جاتش سيره mode of entertainment. It undermines the passage's emphasis on the inferior quality of French television. I think ان هي فعلا كده، لانه فعلا بت undermine ال passage's emphasis on the inferior quality of French television. يبقى كده الانسر خلاص دي. فهمنا ازاي بنفكر لما نكون بنعمل اد او ديليت. تعالوا بقى ناخد حاجه تانيه. لما يطلب منك حاجه معينه او تجيب له حاجه معينه في سؤال، لازم الاول understand the question. Understand what the question asks you to find exactly. هو السؤال عايز ايه بالظبط؟ فتعالوا نشوف question ده. بيقول لحضرتك ايه؟ Which choice undermine يا استاذ يوسف، اندرماين يعني يضعف، بيأثر على كفاءة الرايتنج يعني. بص يا سيدي، بيقول لحضرتك هنا ايه في الكويشن ده؟ انا قلت لك لازم تبقى فاهم السؤال طالب منك ايه بالظبط. بيقول لك which choice gives an additional supporting example that emphasizes how British news programs feature a more diverse staff than do French news programs. عايز منك الكي وورد هنا اللي هو additional supporting example، يكون بيتكلم او بيوضح فكره ان احنا عندنا more diverse staff في الانجليش بروجرامز او البريتش بروجرامز than the French programs. يعني كده ادي الكي ووردز اهي. يبقى انا هاكد على ان انا بدور على supporting example، والsupporting example ده يكون بيوضح لي ان في diverse programs. طب ما تيجي نشوف اللي مكتوبه اوريدي بتقول لك ايه؟ They will also be of different ethnic origins. Different ethnic origins اللي هي دي معناها ان احنا الناس دي coming from a variety of origins، جايين من اماكن مختلفه. يعني هي فعلا بتاكد على فكره ان البريتش نيوز بروجرامز عندها more diverse staff than do French programs. يعني الانسر هتبقى ايه زي ما هي. ليه؟ لان فعلا معناها ان ده كده بتدي more diverse programs، او عندهم سوري more diverse staff. لسه في نفس التوبيك وبقول لحضرتك المره دي برضو understand what the question asks you to find exactly. يلا نشوف الكويشن ده. بيقول لك يا سيدي the writer wants to conclude the a phrase to include a phrase that conveys the broad applicability of the claim in the sentence. عايزين phrase يكون بيوضح البرود applicability، يعني الموضوع اللي في السنتنس ده بيبقى applied broad wide، يعني word، يعني حاجه بشكل منتشر واسع يعني. تعالوا بقى ندور على سنتنس فيها broad applicability. هل اللي موجوده بتقول لي كده؟ بص بتقول لك ايه؟ Even though she tends to solve crimes. مفيش حاجه هنا معناها ان في broad applicability. طب no matter where she is، اهي no matter where she is دي معناها broad applicability، يعني موجوده في اي مكان، يعني she is everywhere، يعني بتطبق الموضوع ده او بنلاقيه في اكتر من مكان، يعني broad applicability. يبقى الانسر بي زي ما احنا شايفين. فهمت السؤال عايز ايه؟ دورت على اللي انا فهمته مطلوب في السؤال، عرفت اجيبه كويس عشان ما اجيبش حاجه غلط. تعالوا نروح لتوبيك تاني، مش تاني، احنا بنعيده، هو نفسه اللي قبل اللي فات. قلت لك الفوكس اوف ذا سنتنس ماست ماتش ذا فوكس اوف ذا باراجراف او الكونتكست. وعندي question هنا بيقول لك the writer is considering deleting the underlined portion. عايزين نشيل البارت ده. طب ما تيجوا نشوف البارت ده اصلا احنا محتاجينه، ليه لازمه ولا ملوش؟ تعالوا نشوف كده. بيقول لك the show is a total nonsense. بيقول على الشو انه nonsense. ال underlined portion بيقول لك ايه؟ absurd plots, mechanical acting, appalling script. طب ما الحاجات دي معناها انه nonsense،
يبقى الجزء ده ليه لازمه في الباراجراف؟ اه. ليه؟ لانه بيجيف اكزامبلز اون ذا بريفيوس سنتنس، بيوضحها. يبقى طبعا انا كده هفكر في نو. نو يعني دونت ديليت، اللي هي سي ودي برضو. طيب هختار سي ولا دي؟ لقيت واحده بتقول لي it clarifies the writer's assertion about the show. assertion about the show. يعني ايه clarifies؟ يعني بتوضح هل ده حصل فعلا؟ ايوه اهو. مش هو بيأسرت او بيقول يعني ان الشو از نونسنس، وجه بعدها قال لك absurd plots وميكانيكال اكتنج وابولينج سكريبتس، يعني حاجات نونسنس. الحاجات دي كلها معناها انه نونسنس. يبقى الاندرلاين بورشن دي بتاكد او بتوضح او بتكليريفاي السنتنس اللي قبلها. يبقى الانسر سي، وانا مرتاح مش هشيلها لاني محتاج لها. طيب نروح بقى لاخر حاجه تقريبا معانا النهارده قبل ما نبدا نحل. يعني question 7. بص يا سيدي، ايه المطلوب من حضرتك؟ الكلام على سنتنس 4، مكانها الاحسن فين؟ طب ما تيجي نشوف الاول سنتنس 4 بتقول لك ايه. Sentence 4 بتقول لك her name is Jessica Fletcher and she lives in Caput Cove in New England. هي sentence 4 دي بتعمل ايه؟ بتعمل ايه sentence 4؟ It refers to a woman. لأنه بيقول لك her name is كذا. It refers to a woman. يبقى sentence دي المفروض تكون موجودة بعد sentence فيها woman. مسكنا الباراجرافز والسنتنسز وقعدنا ندور على السنتنس اللي فيها سيرة woman عشان لما يجي اقول بعدها هير نيم از كذا يبقى بتكلم صح. لقيت السنتنس 1 اللي هي بتقول لي murder she wrote features an amateur detective loosely based on Agatha Christie's Miss Marple. اهي Miss Marple but transformed into an American writer of detective novels. an American writer of detective novels هي دي اللي ينفع اقول بعدها هير نيم. الرايتر ده هير نيم از جيسيكا. دي سنتنس ايه؟ سنتنس 1. يبقى الانسر ايه؟ after sentence 1 عشان يبقى الريفرنس صح ومظبوط وما فيهوش مشكله. هل في اي حد عنده اي سؤال يا شباب في اي حاجه انا شرحتها؟ Everything is clear so far. دلوقتي يا شباب معاكم الشيت ده اللي هو فيه questions من 1 ل 16، في منهم احنا حليناه وفي منهم لا. تعالوا نبدا كده حاجه حاجه. هنعمل question من 1 ل 8 الاول، هم نفسهم اللي احنا حليناهم، بس انا عايز اشوفكم فاكرين ولا مش فاكرين. وهناخد يعني 5 minutes بس، هم 8 questions واحنا شرحناهم بالفعل فمش هياخدوا منكم وقت. 5 minutes بس هتحلوا ال questions دي اللي هي من 1 ل 8، وبعدين ترجعوا لي نصحح مع بعض ونشوف عملتوا ايه. يلا good luck see you in 5 minutes. تعالوا نظبط التايم الاول عشان ما حدش يتحجج. 5 minutes اهم. يلا good luck see you in 5 minutes. اللي عملته ايه؟ مراجعه سريعه يا شباب على الاجابات اهي. يلا مع بعض 1 هتبقى C، صحح معايا لو سمحت. 1 C 2 A 3 D 4 A 5 B 6 C 7 B 8 C. حد غلط في حاجة؟ يعني اللي غلط في حاجة يعني يعني هجيبه من زمرة رقبته. ها؟ حد غلط في حاجة؟ الحمد لله، زي الفل. زي الفل، الحمد لله، برافو يا كريم، برافو يا حبيب قلبي. مش هشرحهم تاني لأن أنا بدي شرحتهم. بصوا بقى، دلوقتي هنعمل اكسرسايز تاني، بس المرة دي بقى هيكون حاجة إحنا ما عملناهاش قبل كده، دي بقى يور أون براكتس، فري براكتس. هنعمل من لاين، من لاين إيه؟ نعمل من لاين ل 16. من 9 ل 16 اللي هم بادئين من the way I write an essay is like this I think كذا. ادي لحد 16 وهنقف هنا. هناخد بقى المره دي عشان انتوا حبايبي بس يعني 7 minutes مش 5. 7 minutes دول محتاجين سرعه واتقان بليز. عارفك يا كذاب. يلا شدوا حيلكم بقى بليز do your best for these 8 questions في 7 minutes بس، ونتقابل بعد ما تخلصوا ونشوف عملنا ايه. وده هيبين لي بقى مستواكم الحقيقي ان شاء الله. بليز دو يور بيست وركزوا وان شاء الله هتعملوا كويس. يلا جود لك سي يو ان 7 مينتس شباب. يلا نشوف الكوريكشنز مع بعض. نمبر 9 هتبقى سي،
10 دي، ركز جدا معايا عشان لو غلطت في حاجه تقول لي هي ايه. 10 دي، 11 سي، 12 بي، 13 اي، 14 اي، 15 سي، 16 اي. يلا اللي غلط في حاجه لو سمحته يتفضل يبعت لي رقم السؤال عشان اشرحه له خالص. هقول لك كل حاجه يا يوسف، ركز معايا لو سمحت. 9 يا شباب بيقول لك ايه؟ Which choice most effectively combines the two sentences at the underlying portion. ليه الانسر كانت سي؟ تعال اقول لك. من اول هنا I think of a topic that I want، لا من اول هنا كمان مش ده كله. Then I write a long first paragraph. I try to make it striking. طبعا الجزء ده complete sentence والجزء ده زي ما هو كده complete sentence، حتى جاي بينهم full stop. ماشي. طيب انا اخترت السي ليه؟ لان لو قلت باراجراف وقفت عندها وعملت كوما لازم يبقى بعدها incomplete. ليه؟ لان اللي قبلها complete. يبقى I write a long first paragraph كوما incomplete اللي هي سي. طب ليه مش ايه؟ لان كوما اند بحتاج لها لما يكون قبلها complete وبعدها complete. طب ليه مش بي؟ لان السيمي كولون ما ينفعش بعدها incomplete. طب ليه مش دي؟ لان I write a long first paragraph to try to make it striking مش logical. ده كده هيبقى الميننج بتاعها losing قوي مش واضح. يبقى C is the best answer for this reason. تاني بقى اللي عليها خلاف عند معظم الناس، بص يا سيدي نفهم الاول السؤال عايز ايه. السؤال بيقول لحضرتك at this point the writer is considering adding the following sentence، عايز يضيف السنتنس دي. طبعا انا هفكر حضرتك ان احنا السؤال ده بنحله ازاي؟ بنعرف الفوكس اوف ذا سنتنس والفوكس اوف ذا كونتكست، الكونتكست اللي حواليها اللي هو مثلا الجزء ده. لو زي بعض برحب بيها، لو مختلفه عنهم بقول لها شكرا مش عايز. تعالوا نشوف. Where do I think this piece is going? Then I start to read and cut all the unnecessary and showy stuff I have put in the first paragraph. هنا بيقول لي ايه؟ Writing is different for everyone, so it is probable that other people have different strategies. هو بيتكلم على everyone و other people ولا بيتكلم عن نفسه في كل الباراجراف؟ I بص كام I لحد دلوقتي انا قافش خمسه اهو. بيتكلم عن نفسه و his style of writing، مش بيتكلم على what other people like. يبقى شكرا انت مش معانا. اقول لها نو. بس نو ليه بقى؟ It detracts from the paragraph's focus on the writer's individual writing process. هو بيتكلم على his own writing process يا شباب، مش بيتكلم على ال people. عشان كده ال answer D مش A يا أستاذ يوسف يا نادر I think، ولا كان مين اللي سأل السؤال ده؟ آه أنت مش يوسف نادر. طيب تمام كده خلاص خلصنا 10. تعالى بقى نشوف 11. طالب منك ايه في 11؟ بيقول لك يا سيدي which choice most effectively reinforces the writer's main point about behaving like a camera. انا عايز التشويس من هنا يكون بيعمل ايه؟ يكون بي reinforce the writer's main point about behaving like a camera. يبقى انا الاول لازم افهم هي ايه المين بوينت about behaving like a camera، وبعدين اجيب الحاجه اللي بت reinforce بتاكد بتوضح بتسبورت الفكره دي. الكلام كان هنا، يبقى نرجع مثلا من اول هنا. I know that whatever I write anything sorry I know that whenever I write anything which is quite good I do so by behaving like a camera using technology to aid my creative process. هل using technology دي هو ده behavior of a camera؟ يعني هي الكاميرا بتيوز تكنولوجي ولا احنا اللي بنيوز التكنولوجي؟ الكاميرا نفسها اصلا هي تكنولوجي. طب الكاميرا بتعمل ايه؟ ايه البيهيفير اوف ا كاميرا؟ اهو recording what I see in my mind's eye. ادي اللي بي reinforce فكره behaving like a camera. 12 بيقول لي which choice most smoothly and effectively introduces the writer's discussion of teaching in this paragraph. لازم افهم هي الرايترز discussion of teaching in this paragraph كانت ايه عشان اقدر اجيب لها الانترودكشن اللي ينفع عليها. الكونتكست بيقول لي I liked nearly all the classes I used to teach. Well, for sure there were some difficult times but on the whole I looked forward to each day. بيتكلم على
تيتشنج ان هو كان بيحب التيتشنج يعني. اي نعم كان في كلاسز صعبه بس هو بيحب التيتشنج بشكل عام. طب البارت اللي موجود ده بيقول لي ايه؟ Nevertheless, teaching writing was similar. الكلام مش على teaching writing، الكلام على teaching we go into classes, we used to teach classes وهو بيحب الكلاسز اللي بيدرس لها زي حالاتي كده. طيب هل الجزء ده بيعمل introduction للكلام ده؟ لا. طب ليه بي؟ I felt the same way about teaching writing. I felt it's about how he felt. Aho, I liked. وبرضو I look forward to اللي هو how he feels about writing, about teaching writing يعني. Question 12 اللي عملته كارين غلط، ومين تاني؟ وكريم عبد العزيز، ومين تاني؟ عملتيه ايه يا كارين عشان اقول لك ليه الانسر غلط؟ عشان تعرفي تفكري كويس بعد كده في السؤال اللي زي ده. وعبد العزيز عملته ايه برضه؟ عملتوه ايه؟ ما انا لسه شارح وخلاص، انا قلت لكم ليه مش ايه؟ ان ايه بتتكلم على teaching writing was similar. هل في حاجه بتتقارن ب teaching writing هنا؟ لا. هو بيتكلم على how he feels about teaching writing، مش حاجه تانيه. 13 حلتوها صح كلكم، 14 بيقول لي which choice most effectively combines the two sentences at the underlying portion. تعالوا نشوف ال underlying portion اهو. هنا قبلها when anyone in my class got the top mark possible, the news went round the school. لحد هنا complete. طب لو وقفت هنا and the، يبقى and the ده المفروض يكون بعدها complete لان اللي قبلها complete، ده حاصل فعلا. ما ينفعش بي لان بي هتبقى كوما بعدها complete sentence من غير fan boys، وقبلها complete sentence هتبقى كوما splice. طبعا and ما يجيش قبلها سيمي كولون. كوما which، which the student felt deservedly proud. لا هتبقى مدياني meaning غلط خالص، مدياني meaning غير اللي انا قصده فيه او اللي هو قصده في السنتنس. كارين وادهم عملتوها ايه؟ ومريم احمد يلا بسرعه عشان نعرف، ولا انا قلت كل حاجه خلاص؟ طيب تمام، دي قلتها، دي قلتها، انا قلتها كلها خلاص. دي طبعا هتديني مينينج غير اللي الرايتر يقصده. الرايتر plans to add the following sentence، هرحب بيها كده كده لان كده كده الاختيارات كلها معناها انها داخله السنتنس دي، بس فين مكانها الانسب؟ after 2 ولا 4 ولا 5 ولا 10؟ تعالوا نشوف. is from subordinate. اه بالظبط يا استاذ يوسف يا نادر. طيب بصوا يا حبايبي، the writer plans to add the following sentence، عايز يضيفها هنا. هنا فين؟ ده هيضيفها في اي حته في الباراجراف. طب ما تيجوا هنا بقى نشوف السنتنس بتقول لي ايه؟ عشان اقدر احدد المكان المناسب ليها. بص يا سيدي. This enjoyment كتر الف خيره. طالما بدأ ب this، انا لسه قايل لكم اهو، بادئ ب this كذا يبقى قبلها الكذا اللي بعد this. This enjoyment يبقى قبلها كان في حاجه بتعبر عن الجوي، عشان لما اقول this enjoyment بعدها يبقى كلامي منطقي. Sentence 5 بتقول لك ايه؟ بص كده. I think and I don't want to sound arrogant here that students used to look forward to the next class to find out what was going to happen and because I had enthusiasm for what I was presenting they began to look at each other of our sessions not as chore but as something rather fun, 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 fun. enjoyment. خلاص يبقى sentence 5 كان في نفس الحاجه. 16 sentence 3 موجوده زي ما هي صح ولا نحطها في مكان انسب؟ تعالوا نشوف sentence 3 بتقول لك ايه. sentence 3 I wanted to escape and didn't know how to break free. طب بص كده قبلها بيقول لك ايه. personally I was useless, a useless student at school, awkward, completely lost and miserable in a boarding house. كان bad جدا، student ضايع جدا. I wanted to escape. طب ما هو كلام منطقي اهو، انا كنت student وحش وكنت دايما عايز اهرب زي ما هي زي الفل، ما فيهاش اي مشكله خالص. هل في اي question لسه محتاج اي شرح ولا كده تمام؟ يلا عشان نكمل حاجه كمان وخلاص على كده. حاجه reading بقى. في اي سؤال لسه محتاج اي شرح؟ يلا بقى نحل الباسج دي مع بعض او لوحدكم اكشلي وبعدين تقولوا لي نصححها مع بعض. الباسج اللي بتقول لي this passage is adapted from David Chiga has Plato sorry has Pluto sent us a message in Ceres 2008. ما ادتنيش حاجه مهمه يعني، ما ادتنيش حاجه مفيده.
اللي هي does Pluto have a wayward cousin lurking in the inner solar system. هنحل الباسج دي بنفس تكنيك الريدنج اللي احنا اتعودنا عليه، ان احنا هنشوف بسرعه كده الفوكابلري ووردز الاول وبعدين البيرد كويستشنز، وهنفهم ال باسج من خلال حل الاسئله، ولو اضطرينا نرجع ندور على حاجه معينه عشان نعرف نحل بيها سؤال مفيش اي مشكله خالص. طبعا انا وريت لكم موديل انسر من غير ما اخد بالي، بس اكيد ما لحقتوش تشوفوه يعني. فيلا بليز دو ذيس باسج، وهناخد 15 مينتس ونلتقي بعدها نصحح مع بعض ونشوف عملتوا ايه. يلا جود لك، سي يو ان 15 مينتس. يلا هيا بينا نشوف الكوركشنز مع بعض. 22 هتبقى سي، 23 دي، 24 اي، 25 دي، 26 سي، 27 دي، 28 اي، 29 سي، 30 سي، 31 بي، 32 اي. يعني كده خلاص. 33 ايه برضه مش عارف، لا 33 مش معانا، 33 من حد 32 بس. يلا بليز اللي غلط في حاجه يبعت لي سؤال لو سمحت. في كويستشن 22 بيقول لك يا سيدي، in Makinon's view Ceres differs from other objects in the asteroid belt in which significant way. السؤال على ايه يا شباب كده؟ ايه اللي بيخلف او بيختلف بين Ceres والاذر، الفايل ده متخلف، سيريز والاذر، هنعلم كده يا ربي، سيريز والاذر ديفرنت اوبجكتس ان ذا استرويد بيلت بيختلفوا في ايه؟ مش هحل ده الاول، هروح ادور في الايفيدنس كده على اللاينز اللي جابت سيره الاختلاف بين سيريز والاذر اوبجكتس. اهي لاينز 20 تو 23. طول ما انت عارف انت بتدور على ايه هتعرف تحدد الاجابه دي صح ولا غلط. طول ما انت عارف انت عايز ايه وتقدر تحدد هي اللاينز دي تديك اللي انت عايزه ولا لا، هتعرف تحدد الاجابه صح ولا غلط. فمن 20 ل 23 كان بيقول لك ايه؟ بص يا سيدي، This material has never been found in the fragments of asteroids that have fallen to earth. اهو This material، بص قبلها كان بيقول لك ايه؟ What's more, a dip in Ceres light spectrum may be a sign of ammonium rich clay at the surface. Well, material D has never been found in the fragments of asteroids that have fallen to Earth, but fits the expected ammonium rich composition of an TNO. الكلام ده مش لاقينه في الاسترويد، يبقى ايه اللي بيختلف بقى؟ الامونيوم دي موجوده في السيريز ومش موجوده في الحاجات الثانيه. ادي اللاينز اللي بتقول لك على الفرق. معناها ايه بقى اللاينز دي؟ The surface composition of Ceres is dissimilar to the composition of other objects. The surface composition، جبتها منين يا رؤوف؟ اهو اهو، This material has never been found in the fragments of asteroid that have fallen to earth but لا اهي حتى قبلها بقول لك ايه؟ What's more, a deep Ceres light spectrum may be a sign of كذا. فين كلمة surface؟ أنا فاكر عدت على ايه شوية. أي composition. That's high proportion. Spectrum may be rich at surface. Ahe. A sign of ammonium rich clay at the surface. Is Ceres fi ammonium at the surface. والحاجات دي مش موجودة في الأذر أوبجكتس، يبقى ده الاختلاف. The surface composition of Ceres is dissimilar، يعني not similar، يعني مختلف عن ال composition of other objects. 24 بيقول لك according to the passage the nice model is based on the idea that. فين يا شباب جت في سيرة النايس موديل؟ حد يقدر يقول لي جت فين؟ فين النايس موديل؟ برافو يا نادين، جدا عجبتيني في حاجة بقى، لأن أنت اتعلمتي حاجة من اللي فوق من الفور ستابس اللي قلناه. فاكرين يا شباب لما قلنا عشان تحل السؤال كويس محتاج 1 2 3 4، دي آخر وأسهل حاجة. 1 تفهم السؤال عايز إيه، 2 تحدد تروح فين. فنادين عملت دي 8 للاين 28، 3 تعرف انت بتدور على ايه، السؤال عايز ايه، تروح فين، تدور على ايه، جاوب خلاص. انا عرفت السؤال بيتكلم عن نايس موديل از بيزد اون ذا ايديا ذات ايه،
ففين اللاينز اللي بتتكلم عن نايس موديل؟ اهي. يبقى نرجع مثلا لحد هنا. according to this idea، على فكره بقى يا نادين، according to this idea، اهي this idea معناها ان الايديا جت فين؟ قبل ولا بعد؟ لا جت قبل، لسه قايل لك في this لما تيجي يبقى بيرفر لحاجه قبلها. فين بقى الايديا اللي جت؟ اهي. So if Ceres formed in Plato's neighborhood, in Pluto's neighborhood, how did it end up 2 to 4 billion kilometers away? Some researchers think that the orbit of the planets were once unstable. According to this idea, اللي هي ان the orbit of the planet were once unstable, according to this idea known as the Nice model, Uranus and Neptune went rampaging through the outer solar system around 3.9. ماشي. الكلام ده بقى معناه ايه؟ ان يورينوس and Neptune were not always locked into their current orbit path. ايه بقى اللي هي النوبل؟ سوري. ايه بقى اللي هي النايس موديل؟ اهي. يورينوس and Neptune مالهم اللي حصل لهم؟ went rampaging through the outer solar system around، يعني فضلوا ماشيين كتير rampaging through the outer solar system، كانوا بيتفسحوا يعني مش ثابتين في مكان. ادي النايس موديل. 34 كلمه simply، ماليش دعوه بالمعنى اللي انت عارفه. نروح ل 34 ونشوف كلمه simply جت ازاي. ادي كلمه simply في 34. تعالوا نشوف بقى. Ceres would simply be the largest of these immigrants. ببساطه شديده هو كذا، يعني بوضوح مش اكتر من كده، يعني ميرلي، يعني من غير اي رتوش، مش وولي ولا سنسيرلي ولا بلينلي، لا ميرلي يعني بوضوح من غير اي شوائب حوالين الفكره، مش محتاجه اي كلام يعني. 26 و 27 مع بعض، تعالوا نفهم 26 بيتكلم على ايه. Based on the passage Potic and Levisions، sorry Levisions conclusions would be most weakened by a study that. بص بقى السؤال ده يعني لافف حبتين، فعايزك تفهمه الاول عشان تعرف انت رايح فين وتدور على ايه. السؤال بيسالك على بوتيك اند ليفيسونز كونكلوجن would be weakened by a، يعني ايه اللي هيضعف الكونكلوجن بتاع بوتيك اند ليفيسون؟ يبقى انا محتاج الاول افهم هو الكونكلوجن بتاع بيتوك اند ليفيسون كان ايه، ولما افهمه اروح ادور بقى على اللي بيضعف الكلام ده. فتعالوا نشوف بيتوك اند ليفيسونز conclusion فين هو؟ in line كام؟ 2049، يعني كان قبل كده. بيتوك اهو. ايه بقى الكونكلوجن بتاعهم؟ بص يا سيدي. بيتوك اند هوليفيزون اوف كذا led a pair of studies which support the idea of كذا، لسه ما جاليش الكونكلوجن. الكونكلوجن from the outer solar system orbiting in the asteroid belt. They focused on the so-called D and type asteroids composition percent of كذا. In the outer Meshi, those objects are dark reddish color that suggest they are covered, suggest at the conclusion, aho, suggest that they are covered in carbon rich junk, just the sort of residue that might have been left behind on the ice Keza. Meshi, Pitok and Levinson's computer simulations show the observed number of objects in an orbit is about right if they are emigrants. Though they have assumed many of the objects broke up after transport. They have assumed، يعني رشحوا، يعني حددوا، يعني اقترحوا ان many of the objects، many of the orbits of the objects broke up after the transport. يبقى ايه اللي هي undermine او هي weaken الفايندنج ده؟ لو دراسة لقيت ان هم they did not change، they did not break. تعالوا بقى نشوف اللاينز اللي بتقول كده. بيتوك 4953، متهيألي انا جبتها اهي. هي دي فعلا ترانسبورت، هي فعلا اللاينز دي اهي اللي قالت الكونكلوجن بتاعهم. طيب demonstrated that very few objects broke up، هم قالوا ان هم بي break up. انا عايز الحاجه اللي تقول ان هم they don't break up. اهي اهي اللي هي سي. بس في passage broke up many of the objects broke up والتشو ايه؟ شوز كاتب very few. اه يا نادين، بص يا حبيبتي، بص يا نادين افهمي كويس يا ماما.
هي الباسج فعلا بتقول، بص يا جماعه نادين معترضه على ايه؟ معترضه على ان الباسج بتقول many of the objects، فين هي؟ many of، ده اللي بتقوله الباسج يا نادين. انا عايز حاجه تقول عكس الكلام ده، مش حاجه من الباسج، دي كده هتبقى مش من الباسج. A few, very few objects broke up. هو كده قال ان هما a lot of them broke up. هنا بيقول لك very few objects broke up، يبقى ده عكس اللي هو قاله يا نادين. هو ده الصح يا حبيبتي. مش احنا عايزين حاجه بتويكن الكلام ده؟ ايه الكلام؟ many objects broke up. ايه اللي بيويكن الكلام ده؟ few objects broke up. وصلت يا ندى؟ اعتبرها وصلت؟ تمام. طيب و28 حلتوها صح ومفيش اسئله تاني. طيب شباب تحبوا نعمل ايه دلوقتي؟ انا كده سايب لكم الحبل بقى، يعني freedom of choice. تحبوا نعمل ايه دلوقتي عشان نستعد احسن للامتحان؟ يلا I'm all ears for all your recommendations and options and suggestions. اي حد عايز اي حاجه يتفضل يقول. اتفقنا، يلا نعمل الباسج اللي هي two part passages عشان ما ننساهاش بس، واحنا فاكرين بنعمل فيهم ايه. فيلا اتفضلوا، عندنا questions بقى من 33 مش عارف لحد كام. حلو الاسئله اللي على two part passages دي، وبعدين نتقابل نصححهم وان شاء الله بيصير كل خير. يلا good luck, see you in 15 minutes. Good luck. يلا حبايبي بقى نشوف الكوركشنز مع بعض. 33 هتبقى A، 34 B، 35 B، 36 D، 37 D، 38 C، 39 D، 40 A، 41 B، 42 سي. متهيألي دي كانت اخرها. عايز بس اطمن اعرف كل واحد فيكم جاب كام كوريكت انسر من ال 10 كويستشنز دول، ولا 11 مش فاكر. ابعتوا لي بس عدد الاسئله اللي جبتوها صح وخلاص على كده.